فاليمن محلاها واني محلاه، على العين تشتاقه والقلب يهواه. وشاهدوها الليلة أحداث حاولة، حاولاوي حاولاوي من غير هدرة من غير داوي، في القرية المحبوبة أهل الوفا والطيبة، وجوها من طيبة يشفي العالي الوداوي. تسلم معنا واحلى القصص تجمعنا، والحب في قريتنا والخير حاولا. حاولاوي حاولاوي من غير هدرة من غير داوي، مع الحدث والمنظر اضحك ولا تتكدر، مع النجوم الأشهر أبطال حاولا. حاولاوي حاولاوي من غير هدرة من غير داوي. ايوه ايوه يا مقام عمض ومشتو فرهم لا. الله الله الله، سبحان الله والعسل، سبحان الله والعسل. ها 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 سفيان، اعمل لك مسقه دفه داخله. اسرع اسرع يا عاقل قبل ما يدخل اولا يلهفنه. مال لك مسقه؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وين أنت يا عقل جالس ندور عليك؟ والله حرام عليك، يحصل لنا كل هذا وأنت جالس تفرج. كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. للحين إيش وقع وإيش اللي حصل يا أستاذ ناظم؟ قل ما هو اللي ما حصلش. المطر كله نزل فوقي أنا والطلاب، والسقف حق المدرسة جالس يوطي من الصباح، والماء الآن قد مرنا الفصل. بالله عليكم يا إخواني، كيف ممكن أدرس في هذه الظروف الصعبة؟ حتى الطلاب كيف ممكن يستوعبوا في ظل هذه المؤثرات الطبيعية القاسية؟ للحين يا أستاذ وقت غداء، اجلس نتغدى وبعدش نتكلم بالقضية دي بعد الغداء. اجلس. لا سلام ولا كلام وقت الطعام. تفضل تفضل فيا تفضل. وكلوا أهلا وسهلا على الحاصل، ارحبوا. ضربي قيل الأصل، صيح فوقيك، لا شتميك، لا. طيب لو مقيت يا أختي حنق. مفجوعة مفجوعة وهربت. مفجوعة؟ ومن ومن إيش مفجوعة؟ ما قالوا لك شكايد وفايد عيالي، إلا قالوا لي سترهم الله يدي رزقهم، قالوا إنهم جاءوا عندك يبصروني وكنسوا لك البيت وغسلوا لك الصحون صح صح. ايه غسلوا الصحون ولا عاد خلوا فيه بحاجه، وفعلوا لي اكبر مصيبه. مصيبه؟ ايش من مصيبه؟ اكلوا الاكل حق العزومه يا ضرغم كله، ولا خلوا منه حاجه. الله اكبر. ايوه مش مطلوب، هو عزم العاقل عندنا، وانا كنت بالمطبخ وهم جايوا اكلوا كل حاجه، والان ما بوش غداء والعاقل ومطلوب في البيت. الله اكبر عليهم. وقالوا انه ما جاي يبصروني، قالوا صله الرحم. ولا يهمك يا اختي ولا تقلقين.
هلا هلا بالعصافير حقين اللي راح يزوروا اختي صلاة الرحم. واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة. نمو بعدك البطالية، احنا ميتين برد. ايه برد برداني. شين تبابة شين يغطيكم؟ ايه غالي والطلب رخيص. انا بدالك يابا بعد قالي انا مو قلت لكم، قلت لكم يا عيني انتم تشوا حاجة ولا حاجة تكونوا تكلموني لما تروحوا تبهدلوا بيبين الناس. ها 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 ها. هذه اختي ما تخاركش، امسكين عدين. قولي واحد اثنين ثلاثة عدين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. أصلاً ما انتش عارف يا أستاذ ناظم السبب الأمطار الغزيرة هذه الأيام. الله أعلم. سببه الرياح، الرياح الموسمية التي نشأت نتيجة اختلاف توازن مغناطيسية الأرض العائد على تحركات قشرة الأرض الداخلية. وهذه مش من ذا الحينة، تحسب أنها حصلت ذا الحينة؟ لا 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 لا، هذه حصلت من آلاف السنين نتيجة البراكين التي اجتاحت العالم وهددت الكائنات الحية، وكان السبب رئيسي في اختفاء الديناصورات. قل دخل يا عقل، أنا اشتخني بالديناصورات، أنا معي مشكلة مع سقف في المدرسة وجيت لك علشان تشوف لي حل لهذه المشكلة. ايوه يا عقل، لازم تشوف لهم حل، حرمنا الأستاذ والطلبة حقه يجلسوا بين المطر والبرد. اشتحم اشتحم انت وياه اشتحم، لما تقاطعوا العقل وهو اللي يقول درر، خلونا نستفيد منه. لو سمحت يا مطلوب، مش وقت الفضول حقك الآن، احنا معنا مشكلة كبيرة ولازم نشوف لها حل. ايوه ايوه يا عقل، لازم تتصل بالجهات المسؤولة علشان يحلون هذا المشكلة. الجهات المسؤولة يا سفيان، هذه نخلي الأشياء صعبة، أما هذه معنا سقف مدرسة، سقف مدرسة أقوم أتصل للجهات المسؤولة، هذه ليش حلي أنا. أنا قد جهزت يا خبرة ويا جماعة خطة طوارئ مكونة من ثلاث مراحل. ما هي هذه ثلاث مراحل؟ ألف وباء وجي. ألف وباء وجي. يا الله، خارجنا احنا ولا الغاز حق العاقل هذا. شوفوا، إذا ما نجحش الخطة ألف، ها بننتقل على طول للخطة مو باء باء. وين نجح الخطة باء نجح؟ ما نجحش بننتقل للخطة مو جيم. طيب مو هي المرحلة ألف؟ المرحلة ألف يا سفيان، أنا شو أقول لكم مو هي؟ للأسف ما بقدرش أكتب السبورة، بملي لكم أملا. يا أستاذ نوعة ملي، قد أصدر الملاعب. بعدين يا أستاذ أبدا فايت الخايشات، كيف بتملينا؟ والله مشكلة. إذا حاولوا تستوعبوا وأنا قاعد أشرح لكم الدرس شرح، ولما توصلوا بيوتكم يكتبوا اللي فهمتوا في الدفاتر حقهم. تمام تمام. طيب يا أستاذ الصوت الحمل أنا ودو. طيب بموجب خطة العاقل اللي سماها خطة ألف لازم تعملوا مثلي هكذا. ها بسيطة بسيطة. عين يا ذي الغامي يمين، وانت داري ان انا ما احلف الا على طريق يمين، مكتك ولا اقول كلام شيء ولا اكلمك، اصلا هربة قبل ما اوصل له. ايه انا داري اني هربة. انت عارف لمو هربة؟ لاني كان خايف ومرعوبة منك لا تعمل باشي ولا شيء. وانت عتحاسبني على النوايا؟ خلاص يا ذي الغامي، اللي قحصل قحصل، وبعدهم جهال ما بش عليهم ملامة ولا شيء. خلاص المرة هذه انت بالسليم، نزل يدك. زي ما قلت أنت إنهم جهال، والجهال ما بش عليهم أي ملامة. أقول لك الله يا مطلوب، الجهال أمس كيف كانوا أمراض. أقول لك المطر دخل لهم لا داخل المدرسة، ضربهم ضرب، المطر من جهة والريح من جهة والبرد من جهة، ما روحوا لعندي للبيت اللي لاقاهم بالموت محمومين، وطول الليل طول الليل وأنا جالس أنا نوار أختي نمارضهم لأنه قعبهم حمى. ولا مو قلتي يا أختي؟ ايه ما رقدنا، شو احنا جالسين عند راسهم نمارضهم. يا قهر قلبي عليهم، الحمد لله على سلامتهم. وبعدها ليقولوا كل لقمة مكتوبة لآكله، يهنى قلوبهم. صح لسانك يا مطلوب،
شوف وانا عملته باصلي وروحت اختي نواره لعندك لا داخل البيت. بس اسمع يمي يمي من الدنيا لو تمسك اختي ولا تقاربه ولا تقول له مبينك ولا تعمل بشي ولا شي يمي من الدنيا لعلقك زي ما يعلقوا الاداه اللي يصبروهن. الله المستعان. وانا يمين من الدنيا سعك يمين من الدنيا ما امسكه ولا اقول له شيء. واذا فكرك ان انا اقول له شيء عطل نفسي قبل ما تدريني. ابدي قلبك كل كلمه حلا جنبي انا ابدي قراطيس قلبك. يا عاقل الخطه على هذه فشلت ما نجحتش لكن انا الغلطان لاني صدقتك. خير ان شاء الله يا استاذ ناظم. ليش فشلت؟ مش شايفنا الحين كيف مبللين ومخسوعين؟ لانه السطر هذه تنفع اذا كان السقف ينزل من مكان واحد لكن هذا ينزل من كل الجوانب. يا استاذ ناظم كان المفروض يشتروا لكم قدور كبيره. ايه قدور كبيره ومنين ندي لك قدور كبيره وانتم دارين ان القدور الكبيره هذه ما تتواجد الا بالمطابخ الكبيره والاعراس الا ابو عينه بيت عبد الستار. اما انا معهم قدور كبار وشوله ابو عشر عيون من هنا. لك جنيش لك أمس شعرك أمس شعبك هذا. أقول لك ماشي أنا رايح أطبخ ولا أعمل وليمة. شوفوا لي حل ذحين الأسقف هذا لا فلت لكم المدرسة والقرية ورحلي. يا أستاذي اذكر الله وصلي على النبي. اللهم صل. ما بوش مشكلة إلا ولي حل. الحل موجود. موه يا جماعة أي خطة في العالم لابد لي من جوانب قصور. وإحنا إن شاء الله إن شاء الله بنتلافي جوانب قصور الخطة ألف بالخطة باء. يا استاذ يا استاذ برد برد صقيح صقيح. معلش حاولوا تتحملوا لازم تتغلبوا على الشدايد. يا استاذ عطاقي اكثر من هكذا شده. بالله عليكم عايش فيش من اسوي. فهمناهم كلمناهم جابوا لنا من هذه الخطط اللي ما تنفع. للحين الله يحفظكم افتحوا لي صفحه رقم 70. كيف نفتح كيف نفتح الصفحه رقم 70 وانا ماسك المظله؟ كيف يا استاذ ايش رايك انا امسك بالمظله وهو يفتح الدفتر؟ فكرة جميلة. إذن يا عيال اعملوا زيهم. واحد يمسك المظلة لزميله والثاني يفتح الصفحة. يلا سرعة. يا خفي يا الطاف نجينا من الخاف. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه. آمين. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه. اسمع يا ياسين ابني انا طول الليل امس وانا افكر 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 من هو الشخص المناسب لهذه الوظيفه؟ من هو الانسان والرجل الكويس الذي سيمسك هذا الموقع المناسب والمهم؟ وافكر وافكر طول الليل لما لقيت الشخص المناسب. ومن هو هذا الشخص المناسب يا عم سفيان؟ انت يا ياسين. انا اشكرك يا عم سفيان. انا اشكرك والله ما قصر روح المدينه خبط لوك دور على اساس ادور وظيفه اتزوج واكون مستقبلي. تتزوج؟ هذه الفرصه قد لا عندك استغله. استغله واستغل ابايب ابوها. بس ما هذا كل شيء عم سفيان، مو هي هذه الوظيفه اللي اشتغل به. مساعد لي. قصدي مساعد سواق كما عمك سفيان، بس السياره هذه يرجع عليها واس، يا شا واحد يحاسب له، كيف يرجع عليها واس لا تسمح حد؟ وهذا اليوم مطر، اللهم لك الحمد لك الشكر، خير الله واجد، تمشي واحد لما تعجز السياره يركن لي بعقار. ولا يبارح للطريق تمام يبعد التراب والعقار. كما هذه الشغله في بيع شغل وتعب كثير. بس يا عم سفيان هذه المهره بينها تعب شويه. يا ابني عادك شباب اي شغله لازم فيها تعب. على بركه الله. كم عتدي لي راتب؟ من اوله. اسمع يا ابني على قدر شغلك تستلم بياس. تمام. ها صباحي ولا مسائي؟ لا منازل. كيف حالك؟ والله اشكال يا عم سفيان. أنا إذا أستأذن من زهور تمام وأفكر بالموضوع وأرد لك خبر. يا عيني أنت مو دخلك؟ أصلا عيني وعينك واحدة. ها يمي يمي من الدنيا يا عاقل. لو يقع بعير ابني شي ولا حاجة ما أحمل المسؤولية إلا الأستاذ ناظم. وأنا إيش دخلني أتحملني المسؤولية؟
هذه خطة باء حق العاقل. لا ترجمش بالمسؤولية فوق العاقل يا أستاذ ناظم. بدل ما تقول كثر الله خيره يدي لك خطة بعد خطة بعد خطة وانت اللي ما تسكيش تنفذ. يعني الخلل مش بالخطط حق العاقل، لا، الخلل بعدم التنفيذ الصحيح منك يا فاشل. يا عاقل خليها لا يسكت، لا أقوم دحين أكسر راسك. هذا شخص منافق وعمره ما يقول كلمة حق. عاقل متعمل. هذا عدالي عنه غلط عليه وأنا ببيتك وتحت خشبتك. هي مالك منه الخبر هذا يا مطلوب، اسكت سكينا أذيته. وأنت يا أستاذ وزن كلامه وخلونا نشوف لنا حل لسقف المدرسة هذا الخارب، ولا تدخلوا لك مشاكل جانبية. يا عاقل لابد من حل نهائي. وبعدين تداري أذلي ما شاء الله الأمطار غزيرة، وبعدها المدرسة قابدة تتخلخل، ترجع السقف يفلت فوق رؤوس الطلاب. آي يا عيني، ما فيش معانا حل غير ان احنا ننتقل للخطه دي. وانا قد انا اشوفه بانه المناسب، وانا قد درستي من كل الجوانب، ومن خلاله باني تلافي اخطاء الخطه الف والخطه باء. البرمائيات يا أولادي هي كائنات حية تعيش في اليابسة وعلى الماء، ويوجد منها أكثر من 3000 نوع. يا أستاذ تفضل. معي سؤال يطرح نفسه. طيب تفضل. احنا أنا وأخي قايد نعتبر من البرمائيات على الوضع الذي احنا فيه. أيوة احنا عصر البرمائيات، مش شايف الماء يحيطنا من كل جانب. كنا على قدر كبير من المسؤولية يا بني، وتجاوزنا هذه المرحلة الصعبة بنجاح والحمد لله. ادخل بالموضوع وقل لي ايش فعلت. عملكم خطة طوارئ يا مدير متكاملة الجوانب والأركان، مكونة من 3 مراحل ألف وباء وجيم. ورغم القصور البسيطة اللي لاقيناها بالمرحلتين ألف وباء، إلا إن احنا استطعنا أن نتجاوزها بتوفيق من الله وبالفضل دعمكم الجبار يا مجيب بالخطاجين. والحمد لله نجحت الخطاجين بامتياز، وعادت المدرسة لتؤدي دورها التنويري يا مجيب، وهيئت الجو المناسب للطلبة بأنهم ينهلوا من منابع العلم بكل سكينة واستقرار. وعاقل الحق المدرسة تغرق. وعاقل الحق المدرسة تغرق. بسرعة بسرعة يا عاقل. المهم يا مدير أبشرك بأن الوضع أصبح تحت السيطرة. سطروق قلبك وعاقل، يا كذاب يا نداب. الناس يقولوا لك أن المدرسة تغرق والسيول من كل جانب، وأنت جالس تبع كلام وتضحك على الناس بالفاضي. مكنتنا ألف باء تاء تاء، ما بوش منها فايدة. قم نقوم وزارك، قم بصر مو تعملوا. والله إني صدقات، وفعلا إنك بياع كلام، وما يركن عليك الواحد تخرج دابين بن وبل. يلا 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 تحرك الآن وروح شوف المدرسة، راح النوم من عيونك. الحمد لله على سلامتك يا أستاذ ناظم، أنت والطلاب كلهم. الله يسلمكم، قدر ولطف. ده الحين صلوا على رسول الله يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. المسألة باينة وواضحة وضوح الشمس. المدرسة محتاجة إلى عملية ترميم وإعادة تأهيل من جديد. مش محتاجة إلى خطط أبداً، لا ألف ولا باء ولا ياء. هؤلاء جربناهم كلهم ما نفعش. الله 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 يا أستاذ ناظم، ما أسهل كلمة ترميم بلقبك، وكأنها مسألة سهلة وبسيطة. نسيك إن ترميم معناته إنك تشتا حديد وسمنت وتشتا نيسة وتشتا كرين وتشتا مقاول وتشتا عمال وتشتا نجاري وتشتا حدادي وتشتا ميزانية طويلة عريضة. قال لك ترميم. يا مطلوب لا تطوله ولا تعرضه، العاقل موجود، وجه العاقل مقبول عند كل المسؤولين. بس أنا قصدي يا جماعة. يا عاقل لا تبسلس ولا حاجة، تتصل الآن للمدير
وتبلغه بالكارثة اللي حصلت، وعاد حصل أكثر إذا استمر الوضع بالمدرسة زي ما هو عليه. يا عاقل الله يحفظك، الموضوع ما يحتاج لهش تأخير. اسمع يا عاقل، حياة عيالي وحياة طلاب المدرسة ومستقبلهم كما بذمتك. كان أجزعوا عيالي وطلاب المدرسة بغمضة عين، هذا لأنه كل ذنبهم إنهم مشوا يسلكوا طريق العلم. ابصر 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 مرحمهما. يا با والله يا با كنا اجنك رقنا أخي أخي قاعد كان يموت. والله يا با سلاشر بكم على ماشي با. وبعدين ورور يا عقل، ورور 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 واحنا بين الماء. بس 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 خلاص خلاص، ورور وبطنك انتوه، ورور ورور خلوني شط اتصل. سلام الله عليك يا حضرة المدير العام ورحمة منه وبركاته. بس كنت أشيك بموضوع مهم، بس أشيك اللي مكبه. أنا هذه اليوم تعبان وحالتي حالة ومشيش أتكلم بأي موضوع. بس الموضوع يا مدير، الموضوع مهم ونشيكم تساعدونا بموضوع ترميم المدرسة. بس أنا قلت لك تعبان يعني مريض، إذا كان مش من حقي أمرض يا عاقل قل لي. ألف سلامة عليك يا مدير، لو تشينا نجي نسعفك المستشفى ولا نروح نشتري لك الدواء، احنا مستعدين يا مدير. ولا اشتي حاجة، أكبر علاج عندي تسكهني دوتك وتتركني بحالي، ممكن تحقق لي هذه الأمنية؟ يلا مع السلامة. مع السلامة مع السلامة، في أمان الله. ها عاقل مو قال لك بشرنا؟ مو قال، قال إنه مريض وتعبان وحالته حالة. يعني هنجلس ننتظر لو ما يشفي الله او يقوم بسلامه. يا استاذ ناطم، المرض ياخذ حكمه وبعدها يعلم الله مرض المدير العام، هذا صورته عدم طول. اهدأ هدأ السرعه عطوله وتعرضه. والطلاب والطلاب يا عاقل يقصوا بالدراسه. يا عاقل كتصل له مره ثانيه، يمكن المدير العام ما فهمش ان الموضوع خطير وحساس. من اتصال يا سفيان؟ من اتصال؟ اصلا انتم ما اللي تفهموش الرموز حق المسؤولين. انا اللي افهمه معناته لما يقول له هذا الكلام معناته انه غلق على الطريق، قفل على كل الابواب، يعني ما بش امل بالمساعده ابدا. صح 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 صح، كلام مطلوب، صح كلام مطلوب، كلام منطقي وواقعي ومحله. امانه اننا نشهد لك. والحل انتبهوا وتقولوا لي خطط من جديد، لاني حلفت يمين ما أعود المدرسة ولا أدخل الفصل إلا بعد ما ترمم مهام جديد. ترميم مو يا أستاذ، ما سمعتش مو قال المدير العام. والله دبروا أنفسكم، أنا مش مستعد أضحي بحياتي وحياة الطلبة اللي هم أمانة في رقبتي. ولا تقلقوا يا جماعة، الحل عندي أنا. مو بسيط الحل، ولا ما لنتعبش أنفسنا ونفكر قليل. الحل إن إحنا نكون نغلق المدرسة أيام الصيف والمطر ونفتحها أيام الشتاء والبرد، ونكون هكا سكهنا الدوة. كيف نفتحها بالصيف ونغلقها بالشتاء؟ هذه عملية تعليمية مرتبة تبدأ بشهر محدد وتنتهي بشهر محدد. أقوم أنا أعمل لي نظام الراسي، بالله عليك معك لا. طبعا هذا مطلوب صهيري زوج أختي، أنا أعرف أنه صاحب شور، بس شور أضوط، طبيعتك ضوطة، تصرفاتك مع بيتك أضوط، جلستك مع الناس أضوط، معاملتك مع الناس أضوط، بنومك أضوط، برقدتك أضوط، حتى مع نفسك أضوط. خس يا عقل يا عقل، هذه حجتي على ضرغم وعيال وغلطوا علي وأنا عندك بالبيتك وتحت خشبتك. هات أنت رجال انتوا الخبر حقك يا بطابس. اسمعوا مساعدكم انتم الخبر هذا، احنا نشين نشوف لنا حل كيف نفعل بالمدرسة. يا جماعة الخير، المدرسة هذه مصلحة عامة وتهم أهل القرية كلهم، وإذا كان ظروف الدولة مش قادرة وظروفها صعبة إحنا نبادر أصحاب القرية ونفرق، وكل واحد يفرق بقدر ما يستطيع، ورممنا الساق وسكنا الشغلة كلها. أيوة هذا هو الكلام الواقعي والمنطقي، مش جاي يقول لي نفتحها بالصيف ونغلقها بالشتاء. عقل أنا أستأذن يا عقل. السلام عليكم.
هي وسمي حبي زعت اخركي. ها هذا الفلوس قل لي متشتابة يا عبود. نسرح ندي في القناة حق المدرسة. واحنا مو دخلنا من الفرق حق المدرسة يا عبود، لا ندرس ولا معنا عيال يدرسوا ولا لنا لا بالبطة ولا بالصليط. كيف لا لنا لا بالبطة ولا بالصليط؟ وبعدها انت دارين احنا من اهل القرية وما يضرهم يا مراه يضرنا وما ينفعهم ينفعنا ولم قطع كك الامل. عبد الرحمن الرحمن كريم شدي لنا عيال ودي لنا بنات، ها وش يسكون يسرحوا من مدرسة ويرجعوا من المدرسة وش نربين ونفرح بهم؟ قول ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. دحين هذه كم منه؟ ها هذه الباقي من قيمة العجل، وهذه المدرد دي أخي. تمام كم منه؟ 100,000. هاتي. إن أنت مجنون ولا بعقلك يا عبود، شد شلك كله وعد تخلي لنا البيت. يا مرة أنت داري إنه المدرسة تشيلها حق الترميم مبالغ لا يوم المبالغ. وإحنا يحتاج لنا في البيت يا عبود ناكل ونشرب، وبعد سمعني يا مجنون على الأقل نقسمها النص بالنص. يا أخ عبود يا عبود. فيسا فيسا هذي. حاضر حاضر الأرواج يا أستاذ. فيسا هذي 50,000 تكفي. ناهي أهلا يا صباح الخير يا صباح رضا، حياك الله أستاذ. الله يحفظك. كيف أنت؟ الله يحفظك. ها ما عملت؟ هذا الكشف أها بنعمل فيه أسماء أهل القرية على واحد واحد. تمام. ما رأيك؟ حلا ولا أنا مخترتك يا أستاذ، إلا أنك داري أنت إنسان متعلم وفاهم، وشيك تعمل لي سجل بكل الفروقات داخل القرية وبكل ريال وبكل حاجة. تمام على سبيل هذه أمانة، والأمانة تبرأ من الجبال. ولا تقلق أبدا، كل شيء منظم محسوب. شوف هنا بنكتب اسم المتبرع وهنا رقم المبلغ وهنا طريقة الصرف وهنا فئة الفلوس، يعني أبو 1000 أبو 500 أبو 250. تمام هيا اكتب اسمي أول اسم. حاضر. عبود عبد السلام عباس. كم سجل المبلغ؟ ها أنا أول متبرع ب50,000. ريف اليمن محلاها واهي محلاها، على العين تشتاقه والقلب يهواه. تسلم معنا واحلى القصص تجمعنا، والحب في قريتنا والخير حاولاه. حاولاوي حاولاوي من غير هدره من غير داوي، مع الحدث والمنظر حق ولا تكذب.